بعد لسمعنا صوت فنانتنا صليحة وصلنا ل 48 دقيقة في الوقت دي، مش نتحدثوا على موضوع يهم مستمعينا الطلبة اللي يقرأوا في جامعة صفاقس ولا جابس وقفصة، معهد الدراسات المؤسسات الجامعية الموجودة في جنوبنا التونسي. معنا السيد ذكر الرباعي، هو المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب. مع هو كما عملنا مع الشمال ومع الوسط ناخذ فكرة على أهم استعدادات الديوان لسه السنة الجامعية الجديدة. سي ذاكر صباح النور، نهارك زين. صباح الورد ومرحبا بك أخنا بيلا، شكرا على تحت الفرصة ومرحبا بك وكافة مستمعين للإذاعة الوطنية. شكرا لك أنت أنك قبلت تكون معنا، مش تعطينا أكثر معطيات وتفاصيل على استعداداتكم، السكن الجامعي، الأكلة الجامعية، المنح الجامعية والقروض الجامعية للطلبة متاعنا في جامعات الجنوب. مرحبا بك. دونك كما كل سنة نحن معناتها في خلال العطلة الصيفية عند انتهاء السنة الجامعية الفارطة ينطلق ديما الأعداد للسنة الجامعية الجديدة بالتنسيق مع سلطة الإشراف وزارة التعليم العالي والإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي. والاستعدادات هذه تخص تهيئة المؤسسات نتاعنا، الصيانة اللي تصير فيها، وكذلك معناتها الاعداد للتوقعات للتوجيه الجامعي والسكن الجامعي. ديوان الخدمات الجامعيه الجنوب معناتها هو يقدم خدمات لطلبه المؤسسات الجامعيه بالجنوب كما تفضلت سيادتك وقلت، اللي هما ينتميوا لثلاث جامعات في الجنوب، اللي هما جامعه صفاقس وجابس وقفصه، وكذلك لطلبه المعهد العليا للدراسات التكنولوجيه اللي هما يرجعوا بالنظر للاداره العامه للدراسات التكنولوجيه. إن شاء الله سنة حسب التوجيه اللي تم للطلبة باش يكون الطلبة اللي توجهوا الجدد في حدود 20,000 طالب للجنوب. هذوما اللي هما باش توجهوا الجنوب، وهما اللي إن شاء الله باش حسب التوقعات نحن معناتها عددنا بالنسبة للسكن الجامعي، تو باش نحكي للسكن الجامعي، حوالي طاقة استيعاب بالنسبة للأسرة في الجنوب باش تكون في حدود 18,000 سرير، منها 12,500 سرير في مبيتات عمومية. وكما كل عام ديوان الخدمات الجامعية الجنوب يقوم بصفقة لاقتناء أسرة من المبيتات الخاصة للاستجابة لطلب السكن في حدود 5,500 سرير إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا إن شاء الله باش يمكننا، والحمد لله إن شاء الله نقوله أنه باش نوفر السكن لمستحقيه. معناتها يعني 20,000 طالب بالجنوب مش تكون أمورهم، مش هم الكل باش يسكنوا، دونك 20,000 طالب، دونك احنا باش ال 18,000 سرير هذوما باش يمكنونا باش نوفر السكن لمستحقيه، معناتها اللي هما تعرف الفتيات يتمتعوا بالسكن لمدة سنتين. دونك عندنا المجددات نتاع السنة الفارطة اللي هما في حدود 7,200 معناتها طالبة لها الحقية في السكن تجديد، والطلبة الجدد سنة أولى بالنسبة للفتيات والطلبة الذكور والإناث. أنا زيد السكن الاستثنائي يظهر لي لأنه في كل إن شاء الله هذاك. بالنسبة حبيت نحكي شوية السكن، دونك احنا من نهار 20 أوت فتحنا الموقع نتاع ديوان الخدمات الجامعية الجنوب كيما ديوان الشمال وديوان الوسط باش الطلبة يقدموا المطالب نتاعهم عن بعد، وهذه حاجة ممتازة لأنه توا الطالب مش لازم يتنقل للمؤسسة، دونك يقدم المطلب نتاعو عن بعد ويقوم بالخلاص عن بعد، ونهار اللي باش يمشي يبدا يقرا يلتحق بالنبيت نتاعو ويرسم فعاليا في النبيت ثم ينطلق في الدراسة نتاعو. نعم. السؤال نتاعك سامحني قلت لي الأكلة الجامعية زيادة لأنه حدثنا عن السكن، الأكلة مهمة. لا قلت لي السكن الاستثنائي. السكن الاستثنائي بالضبط في حدود الشغورات إن شاء الله، إذا كان ثم شغورات بالطبيعة ثم دي معناتها دي سيت ولا مواقع اللي هما تحت فيهم شغورات، ما الطلبة ما يلتحقوش ولا طاقة الاستيعاب تكون متوفرة في عدد أسرة، إن شاء الله نحن نفتحه كيف كيف الموقع للسكن الاستثنائي، نستناو شوية حتى نكملوا السكن العادي بالنسبة للمستحقين، ثم في حدود الشغورات نفتحوا السكن الاستثنائي، وإن شاء الله بقلت لنا نستجيبوا للحالات الاجتماعية اللي هي تستحق للسكن الاستثنائي. نعم ديما الناس تسأل وقتاش ناخذوا الإجابة تقريبا؟ احنا تعرف الطلبة حسب الرزنامة اللي صدرت في منشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي متعلقة بالعودة الجامعية، العودة الجامعية بتكون على زوز مراحل، فما طلبة يرجو أول سبتمبر نهار 2 سبتمبر نهار 2 الجاي،
فما طلبة المعهد التحضيري للدراسة الهندسية وكلية الطب والمعهد دراسة التكنولوجيا هما باش يبداو دراسة نتاعهم يوم 2 سبتمبر على الاثنين الجاي. هذوكم إن شاء الله باش يلتحقوا يوم السبت ويوم الأحد باش نستقبلوه. توا ديجا احنا قاعدين نجاوبوا على الطلبة ونبعثوا لهم باش هما يعدوا الملف نتاعهم وباش يلتحقوا نهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله. بالنسبة للدفعة الثانية نتاع الطلبة نتاع المؤسسات الباقية الكل باش يكون نهار 12 سبتمبر اللي هو يوم اثنين كذلك، باش نستقبلوه من نهار 10 ونهار 11 نعم. على يومين باش نحيوا الاكتظاظ هذاك ونجموا نقدموا الخدمات نتاعنا والطلبة كي يجيو ان شاء الله يلقاو القبول الحسن وينطلقوا في الدراسة نتاعهم ان شاء الله ربي يوفقهم. عنا المبيتات العمومية، المبيتات الخاصة، عنا 20 ألف طالب بالجنوب، عنا 18 ألف سرير، هذه أبرز المعطيات. نمشيو توا للمطاعم الجامعية. بالضبط، كيف كيف المطاعم الجامعية، نحن كما قلت لك خلال الصيف والحمد لله سنة معناتها قمنا بأشغال تهيئة شملت العديد من المطاعم بالجنوب، معناتها فما أربع مطاعم في صفاقس حصلت فيهم أشغال تهيئة، ومطعم الحي الجامعي تطاوين كذلك، ومطعم المطعم الجامعي أوليس بجربة، هذوما أبرز المطاعم اللي شغلوا الأشغال تهيئة. تعرف الكلفة الباهظة للتهيئة والتجهيزات بالمطاعم، والحمد لله سلطة الإشراف ومعناتها ديوان الخدمة جميع الجنوب من خلال العنوان الثاني للميزانية مع تخصص 1.9 مليون دينار باش نقوموا بالأشغال التهيئة اللي هي معناتها كما نقولوا اعتمادات ممتازة بالنسبة لنا احنا باش نجموا نخليوا المطاعم نتاعنا في مطابقة للمواصفات. وهذه فرصة باش نقول لك وأنه عندنا زوج مطاعم في الجنوب، مطعم الحي الجامعي النوري والمطعم الجامعي ابن عرفة في قفصة اللي هما توا في مسار إشهادي، وإن شاء الله خلال السنة هذه يتحصلوا على شهادة الإشهاد ليزو فان دوميل في الطعام الجامعي. شنو معناها شهادة الإشهاد؟ مش معناتها سي لا سيرتيفيكاسيون إيزو فان دوميل باش يولي المطعم حسب لي نورم معناتها انترناسيونال. هي شهادة الجودة معناها. بالضبط، هي شهادة نتاع جودة نتاع سيرتيفيكاسيون نتاع جودة باش يولي سيرتيفي الريستورون هذاك حاجة باهية، لأنه باش الجودة راهي مش كان في الأكلة، الجودة حتى في المسار الأعداد والمطابقة للمواصفات من حيث سلامة الأكلة وجودتها والخدمات اللي يقدمها. نعم. إيه. المطاعم إن شاء الله والحمد لله نحن حاضرين، وفتح المطاعم إن شاء الله بتوصيات من سلطة إشراف منذ السنة الفارطة، مش شفنا هذه مش حاجة جديدة، وأنه المطاعم إن شاء الله باش تفتح تدريجيا مع انطلاق الدروس، معناتها باش بالنسبه للطلبه اللي باش يبداو نهار 2 سبتمبر ان شاء الله نحن نهار 2 سبتمبر تكون المطاعم تاعنا محلوله بالنسبه مفتوحه بالنسبه للطلبه هذوما، واتباعا بالنسبه للمطاعم الاخرى ان شاء الله مع انطلاق الدروس نهار 2 سبتمبر باش يكونوا المطاعم مفتوحه للطلبه باش يرسموا وباش ياخذوا البطاقات نتاعهم ويتمتعوا بخدمات المطعم ان شاء الله. يعني تقريبا كل شيء حاضر فيما يتعلق بالمبيتات والمطاعم جاهزين ان شاء الله بقدر الله. احنا جاهزين مهيئين، توا العوالم تاعنا رجعوا من العطله قاعدين يقوموا باشغال التنظيف الكبيره بالنسبه لبعض الاشغال التهيئه والصيانه باش ان شاء الله بقدر الله نقدموا الخدمات نتاعنا كيف كيف التجهيزات نتاع المطاعم في حدود ان شاء الله. احنا اقتنينا تجهيزات معناتها المطاعم في حدود 700,000 دينار باش ندعموا بها التجهيزات الموجودة ونعوض التجهيزات اللي هي ما عادش صالحة باش إن شاء الله نجمو نوفروا الخدمات متاعنا ولا نقدموا الخدمات متاعنا في أحسن الظروف إن شاء الله. نجيو للمنح الجامعية. المنح الجامعية هي المنحة أو المنحة الإدماج والمنح والقرض الجامعي إن شاء الله الكومباني ولا الحملة باش تنطلق نهار 6 سبتمبر عن بعد. الطلبة باش يقدموا المطالب نتاعهم نهار 6 سبتمبر باش نفتحوا الموقع نتاعنا كيف كيف بالتنسيق مع الدوين الثلاثة لأنه احنا تو قاعدين في تنسيق تام باش الطلبة الكل يكونوا معناتها الخدمات تتقدم في نفس الظروف مع ثلاثة دوين إن شاء الله الحملة باش تنطلق نهار 6 سبتمبر عن بعد. الطلبة باش يقدموا المطالب نتاع المنح نتاعهم وبالطبيعة من بعد يعدوا الملف نتاعهم الوثائق المطلوبة ويرسلوه باش نجموا احنا نقوموا بالدراسه نتاعهم في احسن الاجيال ونبداو نحترموا الاجيال نتاع صرف المنحه خاطر بخلاف الدراسه نتاع المنحه الدراسه نتاع المطالب اللي هي تحب لها جهد كبير نحن نحبوا وانه الطالب ما يقعدش شهرين وثلاثه يستنى في المنحه لانه المنحه هي بالنسبه للطالب المستحقره ومعناتها مهمه اي باش يصرف منها مش الناس كل عندها فلوس منها باش فوالا بالضبط دونك احنا نحاولوا وانه المطالب تجي على بكري الدراسه نتاعهم تكون في احسن الاجيال باش نبداو ان شاء الله في صرف المنحه في الكنزين الاولى نتاع شهر
أكتوبر إن شاء الله بقدرة الله. نختم بالقروض الجامعية اللي هي مواجهة أساسا لطلبة المراحل المتقدمة، ماجستير ودكتوراه. ماجستير ودكتوراه. القروض بالنسبة للطلبة دونك كما قلت تفضلت سيادتك، هي موجهة للماجستير ومرحلة الدكتوراه. كيف الدكتوراه عند المنحة لمدة 12 شهر لمدة 3 سنوات بتاع الترسيم في الدكتوراه. وبالنسبة للماجستير زادة كيف الطلبة اللي متحصلوش على منحة ينجموا يقدموا في مطلب قرض جامعي ويتحصلوا عليه. نفس الإجراءات كيف نهار 6 سبتمبر باش يبداوا يحطوا المطالب متاحهم، والاستجابة باش تكون إن شاء الله تدريجيا. جيت ملاحظة صغيرة برافور منحة الإدماج، لأنه فما خلط شوية بين المنحة ومنحة الإدماج. هذه منحة إدماج تم إحداثها 2016، وهي تخص هي تعطى في السنة الأولى من الدراسة فقط. هي منحة تعطى للسنة الأولى من الدراسة فقط، يأخذوها الطلبة الممنوحين وكذلك نتعديه الشريحة أخرى اللي هي شريحة متوسطة الدخل. يجب يكون الدخل معناتها في حدود 25 ألف دينار بالنسبة للعائلة الواحدة، وقتها يجب يتمتع في السنة الأولى الطالب أو الطالبة بمنحة إدماج. لأنه فما برشا عباد تحكي على منحة إدماج سي أوتوماتيك معناتها بصفة أوتوماتيكية يتحصل على الطالب، لا مش صحيح. هي منحة تتعطى للطلب الممنوحين في السنة الأولى، وتتعطى للمتوسطي الدخل في حدود 25 ألف دينار. كيف هو المطلب نفس الإجراءات، هو نفس الإجراءات مطلب منحة ويتقدم مطلب منحة إدماج، وإحنا ندرس الملف ونسندونه منحة إدماج بالنسبة للسنة الأولى فقط. نعم، معناها اللي يسمعوا فينا من الطلبة اللي عملوا ديجا المطلب متاع المنحة لكن ولا ظروفهم على قدها والعائلات متاعهم الدخل ما يفوتش 25 ألف دينار في العام. فوالا معناتها هو 25 مليون في العام. هو في المثل يبدا في البليي بين مستحق منحة معناتها وما تحصلش عليها، لكن نجم نعطيه منحة إدماج في السنة الأولى إذا كان الدخل متاع العائلة ما يفوتش 25 ألف دينار. واضح يعملوا المطلب الخاص بمنحة الإدماج، معناها مش أوتوماتيكيا إذا أنت عملت مطلب متاع منحة ومن بعد ما تقبلش راه مش تاخذ الإدماج بطبيعته، ما راهي ماهيش بطبيعتها الحكاية، يلزم تعمل مطلب. هذا هو فيها أوراق معينة يلزم يحضروها. نفس الأوراق نفس الوثائق، خاطر هي وثائق تثبت الحالة الاجتماعية كلكو سوا باش نعطيو منحة ولا منحة إدماج، هي وثائق نفس الوثائق يقدمها الطالب هي بيدها. نخلي الكلمة الأخيرة ليك سي ذاكر، شنو توصي الطلبة ولا شنو تحب تقول لهم، وإلا هل فما نقائص معينة ماذا بيك تركز بالضبط عليهم مش تكون ظروف الإقامة والسكن والأكلة والدراسة ممتازة في جنوبنا التونسي؟ إيش تقول لهم؟ بارك الله فيك على إتاحة الفرصة، على خاطر معناتها نحن إن شاء الله الطلبة أولا بالنسبة للطلبة نقول مبروك البكالوريا، وإن شاء الله تدخلوا في حياة جامعية ومرحلة جديدة اللي هي لبلا ممتازة بالنسبة للطالب اللي باش يعيش حياة أخرى، الحياة الجامعية والمطعم الجامعي والمبيت الجامعي. هذا الكل ما يكون نجم تكون كان حاجة بها نحن مرينا بها، والتو ذكرياتها موجودة عنا، والتو الامباكت نتاعها موجود في 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 معناتها في تركيبتنا وفي في شخصيتنا. من أحلى سنوات حياتنا سي ذاكر، معناها يتذكر سنوات الجامعة. زاد كيف خاطر برشا أسئلة تجينا، كيفاش باش يقرا في قفصة، وكيفاش في قفصة فما مطعم جامعي فما بيت جامعي؟ لا راهو موجود المطعم الجامعي وموجود المبيت الجامعي وموجود إن شاء الله بنفس المواصفات اللي موجودة في مدن أخرى. معناتها ساعات نحسوا أنه فما أولياء احنا يكلمونا، وحتى ساعات نصب الإشراف من الوزارة يكلمونا في شنو ظروف السكن، شنو ظروف الإطعام في تطاوين، ولا في هي نفس الظروف نفس المواصفات. دونك احنا راهو في الجنوب إن شاء الله الطالب باش يتمتع بالخدمات اللي هي يلقاها في أي معناتها جهة أخرى من الوسط ولا من الشمال. نحن نسهر على الشيء هذايا، وأنه ما يخافوش الطلبة، مرحبا بهم في الدراسة في مقاعد دراسة في كلية في الجامعات في الجنوب. الجامعات هذه راهو معناتها نحن فرحانين وأنه تم توجيه طلبة 20,000 طالب، هذه حاجة ممتازة لأنه باش يخلي الجامعات هذه، لأنه الجامعة من غير طالب والجامعة من غير عدد معين من الطلبة راهي ما تنجمش تتطور وتتقدم. الجامعات راهو اللي في الجنوب والحمد لله كما تشوفوا جامعات فاقس التصنيف نتاعها ممتاز جدا على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي. كيف الجامعة نتاع جابس، الجامعة نتاع قفصة، هذوما مؤسسات ولا جامعات اللي هما إن شاء الله يقدموا الخدمة نتاعهم نتاع التدريس في احسن ظروف، ونحن نجم نكونوا كان رافد للدراسه هذه ممكن من خلال الخدمات الجامعيه اللي نقدموها.
هذه النقطة الأولى حنا نحكي لها. النقطة الثانية فما محور آخر مهم جدا في الخدمة الجماعية اللي هي التنشيط الثقافي والرياضي مراكز التنشيط واللحاقة النفسية. عندنا في الجنوب 5 مراكز التنشيط الثقافي والرياضي، وعندنا قمنا والحمد لله في إطار مشروع دعم الجودة بتجهيز ملاعب وتهيئة ملاعب. تو عندنا ملاعب معشبة في الأحياء الجامعية، مش في الكل لكن في الأقطاب عندنا ملاعب معشبة، عندنا ملاعب متعددة الاختصاصات، عندنا حتى قاعات رياضة موجودة في جابس في مبنى الجامعي النخيل في المركز الجامعي للتنشيط الثقافي الرياضي الساقس. دونك هذه زادة حاجة ممتازة للطالب باش ينجم ينمي القدرات نتاعو في المستوى النشاط الثقافي ولا الرياضي، هذه حاجة باهية. وكيف كيف بالنسبة للحالة النفسية عندنا لي بسيكولوج نتاعنا في المؤسسات نتاعنا في الإدارة العامة وفي جربة وفي جابس، وهذوما إن شاء الله ينجموا يعاونوا الطلبة في أي مشكلة يتعرض لهم في أي أزمة يتعرض لها. دونك نحن من خلال الخدمة هذه ومن خلال البسيكولوج نتاعنا هوني علي كوت الاستوديو ونعاونوه، وإن شاء الله ربي ينجحهم العباد الكل، وإن شاء الله إقامة طيبة في الجنوب، وإن شاء الله دراسة ممتازة، وإن شاء الله التميز يكون للطلبة نتاعنا السنة الجامعية هذه 2024-2025. إن شاء الله سنة جامعية ناجحة ليكم أنتم كديوان خدمات جامعية، وأيضا للعشرين ألف طالب اللي مش يكونوا في جامعات الجنوب التونسي. بالتوفيق ليك سي ذاكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب. هكا نكون وصلنا لنهاية يوم سعيد بالنسبة لليوم. شكرا لك كريم المدف في الإخراج الإذاعي، شكرا لك عمار جبالي في الإخراج الرقمي، تحية حميد الورخي في التنسيق، كانت معكم نبيل عبيد. بدي أشوفك كل يوم، هكا مش نختمه، وأنا كل يوم نشوفكم، كل يوم قبلكم، كل يوم كون معكم مع حسام دين الهمامي في الزابينك واختيار الأغاني، ومع رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. غدوة نتقابلوا من 6 ل 9، نهاركم زين، في لمات وبسلامة.